لأن من كان شأنه الاجتهاد في العشر كلها شفعها ووترها كان أحرى بإصابتها، لأنه دائم الاجتهاد متواصل العمل، لأنه لم يتوانى ولم يكن له في تلك العشر بشفعها ووترها لم يكن له دنو همة ولا انخفاض ولا عزوف عن العمل، فمثله حري إذا أصاب ليلة القدر أن يكون في الذروة وأن يكون في السابقين وأن يكون في الصفوف الأول في صفوف المسارعين إلى الخيرات، عسانا أن نكون منهم جميعا أمة الإسلام.